ناس تطوان، بصحتكم العطلة الصيفية ودابا جا وقت الدخول المدرسي، وهذا الفيديو اللي غتشوفوه كيهمكم بزاف وكيهم حتى المستقبل ديال الأطفال ديالكم، ضروري تفرجوه حتى الأخر. حنا اليوم غادي نكونوا في ضيافة أستاذة شابة حققت سمعة كبيرة في مدينة تطوان، والطلبة والتلاميذ اللي قراوا معاها حققوا نتائج مشرفة جدا في المؤسسة التعليمية ديالهم. أكيد عرفتوا شكون هي، أستاذة اللغة الفرنسية شيماء عبو، ودابا نخليكم مع آراء الطلبة ديالها. هادشي اللي أنا وصلت ليه دابا بفضل الأستاذة شيماء، كنبغي نشكرها بزاف، عندها شي الميثود ديالها اللي هما خاصين بها وكتوصل لك الفكره بكاع الطرق، وساوي ما فهمتيش كتعاود معك من جديد. صراحه بين لي بروف اليوم تري مانيفيك. انا طالبه في كليه العلوم، كنوجد الدكتوره ديالي ان شاء الله، نصحوني بالبروف شيماء، فملي جيت ما ندمتي، عجبني الحال بزاف. لا البروف الطريقه اللي كتلقي بها، الطريقه اللي كتعامل بها، الطريقه اللي كتشرح بها. احنا ديجا قرينا بالفرنسيه، ولكن ملي كنجيو نتواصلوا كنجبروا تعثرات وكنتزيروا شويه، ولكن ملي جينا لعند الاستاذه وعملنا الفورماسيون استفدنا وطلقنا اللسان ديالنا في التواصل، وبالاسلوب ديالها هي كيفاش كتعاود معنا وكيفاش كتشرح لنا، اللي غادي يسهل عليا بزاف الحوايج لا في المسار المهني ديالي ولا في المسار الاكاديمي. كتعطي كثر من اللي عندها وكتقدم واحد المجهودات اللي كثر من الطاقه ديالها باش تحاول توصل لك الفكره. دابا كنقدر نهضر مع الناس الزنقه بالفرنسي وكنقدر نفهم الاساسيات اش كيقولوا، بزاف د الحاجات الصراحه تعلمتهم اللي كنت كنقول مستحيل نوصل لهم. اول حاجه لفتت الانتباه ديالنا ملي توجهنا للمركز فين كتواجد الاستاذه شيماء، لاحظنا عندها قاعه خاصه بالعروض المسرحيه باش الطلبه والتلاميذ كيكتسبوا الثقه في النفس ويمارسوا اللغه الفرنسيه بكل حريه. الاستاذه اللي في المستوى اللي لقات البنيسه ديالي النيفو ديالها كيتحسن بزاف، فرق ما بين الدوره الاولى اللي كانت كتقرا في النتائج اللي جابت مع الدوره الثانيه فرق كبير. هذه ماشي مجامله كنقولها في حق الاستاذه شيماء، ولكن الواقع هو هذا. كنشوف النتيجه، كاين تحسن، يعني بنتي تحسنت بزاف على مستوى النتائج ديالها داخل المدرسه حتى على مستوى التواصل ديالها. هذا نتج على المجهودات اللي كنقوم بها الاستاذه شيماء. كلمه الشكر قليله في حقها. كنبغي نقول الاستاذه شيماء شكرا بزاف اللي خلاتنا نشوفوا لا لونغ فرونسيز بواحد لا ميثود اخرى، وكنتمنى لها التوفيق في لاكارير ديالها. كنفتخروا باللي عندنا في تطوان طاقات شابه كتخدم بالنيه والاخلاص وكتحاول ما امكن تقدم الاضافه لينا ولوليداتنا. مرحبا بكم.